النصف الذي أتحدث من خلالها كرئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي أترأسه رفقة الإخوة والأخوات الحاضرين في القاعة، ينبثق على احترام هذا التمثيل الشعبي الجزائري المتشبع بقيم مبادئ نوفمبر 54 والداعمة لحقوق الشرعية لكل مظلوم على مستوى الكرة الأرضية، ناهيك عن الشعب الصحراوي الشقيق والشعب الفلسطيني. هذه القناعات التي يمتلكها المجتمع المدني الجزائري قناعات متجذرة في الثقافة الشعبية المسقية بدم الشهداء، فهي منقوشة في بيان أول نوفمبر وتعتبر امتداد لأجيال متتالية لدعم هذه القضية، ولا تغيرها لا التحولات الدولية ولا الضغوطات، بل تؤكدها عزما وإصرارا لأنها قضية حق. فلذلك أقول لإخواني وأخواتي الحضور لقوات الدول الصحراوية والمناضلين أن المجتمع المدني صفا واحدا منسجما مع الأحزاب السياسية، مع مؤسسات الدولة، مع مبادئ نوفمبر، برؤية سياسية حكيمة للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. الدعم الدولة والدعم الشعبي ناتج على هذه القناعة لأنها قناعة مناصرة الشعب على قضية الحق، وقضية أيضا مربوطة برؤية سياسية عالمية إقليمية دولية على جعل الأخوة والسلم بين الشعوب من عناصر السياسة الخارجية الجزائرية.